السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حلقة النهاردة هنتكلم عن مباريات الثلاث دوري أبطال أفريقيا في دوري أبطال أوروبا اللي هتكون مشتعلة جدا في مباريات قوية إن شاء الله هنتكلم عنها في الفيديو ده. مباراة يوم الثلاث النادي الأهلي هيلاعب فيتا كلوب في الكونغو. المباراة دي اتكلمت عنها امبارح وقلت إن النادي الأهلي لو قدر إن هو يحقق نتيجة إيجابية في المباراة دي هيبقى ضرب شوط كبير جدا في مشوار الصعود من المجموعة الصعبة واللي النادي الأهلي صعبها على نفسه بتعادل المباراة فيتا كلوب هنا 2-2. المباراة الدرامية اللي تناول فيها لعيبة النادي الأهلي بإهدار الفرص السهلة، وكانت النتيجة بالتعادل 2-2 مع الخطأ الكارثي للحكم اللي اعتذر عنه بعد المباراة للنادي الأهلي، ولكن هيفيد بيه الاعتذار وخلاص كده كده النتيجة اتكتبت 2-2 وحسمت بتعادل النادي الأهلي في المباراة المهمة جدا بعد سقوط النادي الأهلي في ماتش سيمبا هناك. كان لازم النادي الأهلي يرجع بفوز هنا، ولكن قدر الله وما شاء فعل. النادي الاهلي عليه ان هو يقدر يكسب المباراه دي علشان يقدر يأمن مشوار صعوده ان شاء الله للدور اللي بعد كده في دوري الابطال، وباذن الله النادي الاهلي ورجاله النادي الاهلي قادرين على تحقيق نتيجه ايجابيه وان شاء الله نقدر نكسب فيتا كلوب هناك، لانه فريق مش قوي وفريق عادي جدا، والنادي الاهلي قادر ان شاء الله على احراز الفوز وتحقيق الفوز ان شاء الله هناك. الزمالك قدام مهمه صعبه جدا، هو الاخر امام الترجي التونسي هنا. الترجي السنه دي غير السنه اللي فاتت مع عودة باتريس كارترون لنادي الزمالك، يا ترى باتريس كارترون هيقدر يلم الشمل ويقدر ان هو يحرك المياه الراكدة في نادي الزمالك ولاعيبة نادي الزمالك ويقدر يشعل حماس لاعيبة نادي الزمالك ويرجعهم لما كانوا عليه الأول مع باتريس كارترون. وان كان الاداء مع باتريس كارترون وجيمي باتشيكو ما اختلفش كتير ونادي الزمالك ما اختلفش كتير، الاختلاف الوحيد ان مصطفى محمد مش حقيقي. الاختلاف الوحيد بين كارترون وباتشيكو ان مصطفى محمد ما كملش كتير مع باتشيكو ومشى، وهنا ظهر الفارق بين باتريس كارترون وبين جيمي باتشيكو. يا ترى بقى كارترون هيقدر يثبت ان هو من صنع الجيل ده او هو من كان صاحب اليد العليا في القوة اللي كان عليها نادي الزمالك في الفترة دي، وخاصة القوة الدفاعية للنادي. احنا شايفين نادي الزمالك دلوقتي بيخسر وبيجي فيها اهداف كتير في الفترة اللي فاتت. يا ترى هيقدر كارتيرون يرجع نادي الزمالك لسابق عصره، ولا هيبقى الموضوع فات الاوان وهيبقى نادي الزمالك في مهب الريح كما هو. ان شاء الله نتمنى الفوز لنادي الزمالك ويعبر هو كمان دور المجموعات، يفقد بقى الترجي شباب اي حد، يفقد اي حد، المهم النادي الزمالك يقدر يصعد هو والنادي الاهلي فيه الدور ده ان شاء الله. طبعا الزمالك لعب الترجي وتوقعات النتيجه يبقى ان شاء الله فوز للنادي الزمالك هنا، رغم ان الترجي السنه دي اقوى بكتير جدا من الترجي بتاع السنه اللي فاتت، ومع ان الشعباني السنه دي معاه فرقه كويسه عن السنه اللي فاتت، مع حمدي النجاز ومع حمدي الهوني ومع راسين حربه قويين جدا وخط نص قوي جدا وكمان دفاعهم قوي وحارس مرماهم السنه دي غير بتاع السنه اللي فاتت. دوري ابطال اوروبا، ريال مدريد في مباراه العوده امام اتلانتا. المباراه الذهاب انتهت 1-0 لريال مدريد، واتوقع هجمه ممتازه من اتلانتا اللي هيفاجئنا في مباراه ريال مدريد، اللي ريال مدريد اصلا مش في احسن حالاته، واتلانتا فريق كويس ويقدر ان هو يحرج ريال مدريد. السيتي امام بروسيا ميشن جلادباخ، وان شاء الله كده مفيش مفاجات الدور ده للسيتي، ممكن المفاجات تظهر في الدور اللي جاي لان السيتي هيلعب على ملعبه امام بروسيا ميشن جلادباخ وهو فايز في الدور الاول او الماتش الاول ماتش الذهاب 2-0 والسيتي قوي في الوقت ده، ولكن ممكن لو خطفنا المفاجاه هيبقى في الدور اللي بعده للسيتي. ننتظر وربنا يستر ما يلعبوش بورتو ويبقى زي السنه اللي فاتت الفريق اللي طلع اليوفي يوم ما طلع السيتي ويبقى فيه لفه كده. طبعا باقي ماتشات دوري ابطال افريقيا برضه يوم الثلاث، الماتشات اللي همنا او الماتشات الاقوى، الهلال السوداني هيلاعب شباب بلوزداد، ودول في مجموعه سان داونز ومازيمبي الكونغولي اللي هيلعبوا بعض برضه في يوم الثلاث، ومباراه مهمه جدا، وان كان سان داونز ضمن بشكل كبير جدا الصعود والمنافسه بين الهلال ومازيمبي والشباب بلوزداد على المركز الثاني، ولكن الاقوى مازيمبي ويقدر ان هو يحسم بطاقه التاهل مع سان داونز، واتوقع ان الفرقتين دول هم اللي هيتاهلوا من المجموعه دي. بترو اتلتيكو هيلاعب كايزر تشيفز، ودول في مجموعه الوداد وهوريا كوناكري، واعتقد برضه ان الوداد 9 نقط وضمن صعود رسميا، يتبقى المنافسه بين هوريا كوناكري وبين كايزر تشيفز، اللي اعتقد برضه ان ممكن كايزر تشيفز يكون هو صاحب اليد العليا وصاحب الصعود لانه معاه فرقه
كويس، سيمبا والمريخ، ودي المجموعه برضو اللي تهمنا او الماتش اللي يهمنا للنادي الاهلي، لان لو المريخ تمكن من عمل نتيجه ايجابيه هيبقى عقل المجموعه ويظبط الكلام مع النادي الاهلي، وخلى فرص النادي الاهلي تزيد في موضوع الصعود على حساب حتى سيمبا نفسه فيما هو قادم لو قدر المريخ ان هو يعمل نتيجه ايجابيه. مولوديه الجزائر وتونجيت، ودي النتيجه اللي تهم نادي الزمالك ونفس نادي الزمالك وطموحاتهم ان تونجيت ده يعمل نتيجه ايجابيه مع مولوديه الجزائر في الجزائر، ولكن للاسف المولودية كسب الفريق ده هناك في السنغال. يا ترى بقى هيقدر يعمل حاجة الفريق ده مع مولودية الجزائر في الجزائر؟ أعتقد إن الموضوع صعب، وأعتقد إن مجموعة الزمالك حلها النادي الزمالك إنه يكسب ال3 ماتشات فعلا علشان يقدر يصعد عكس النادي الأهلي اللي لسه في حسابات، لكن الزمالك لو ما تمكنش إن هو يكسب ال3 ماتشات هيبقى الموضوع صعب. إن شاء الله نتمنى إن الأهلي يكسب ال3 ماتشات والزمالك برضه يكسب ال3 ماتشات ونصعد مرتاحين ونريح دماغنا بقى، ما نخشش في حسبة بيرما زي ما بيحصل كل سنة. الوداد وكوريا كوناكري، وقلنا إن الوداد 9 نقط ويصعد صاعد والدنيا جميلة مع الوداد، وفريق قوي جدا 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 في البطولة دي عكس البطولة اللي فاتت. دي كانت اهم ماتشات الثلاث في كل دوريات افريقيا وفي اوروبا، وكمان في ماتشات في جميع البطولات الاخرى، لكن دي الاهم بالنسبه لنا احنا وبالنسبه للمتابع المصري اللي بيتابع الاهلي وبيتابع الزمالك. الزمالك قدامه مباراه مهمه جدا امام الترجي التونسي، وعينه على ال3 نقط علشان يصحح المسار ويرجع تاني لاماله وفرصه في الصعود، علشان لما يلعب تون جيت في الماتش اللي بعده يكسب برضه ان شاء الله يقرب بشكل كبير، ويتبقى له مباراه مولودية الجزائر في الجزائر، وهي دي المهمة الأصعب، وإن شاء الله برضو لعيبة الزمالك تقدر إنها تحقق ال3 مكاسب دول، ونبدأ من مباراة الترجي، عشان لو ما قدرتش تكسب الترجي صدقني مش هتقدر تعمل حاجة بعد كده، هيبقى الموضوع صعب، لأن لو فريق مولودية كسب الماتش الجاي هيبقى فريق، وإنت لو ما كسبتش هيبقى الموضوع باظ على نادي الزمالك في حتة الصعود، وهيبقى الموضوع حتى لو إنت رايح تلعب مع المولودية هناك هتبقى بتلعب على الفوز بس مش التعادل، يعني ممكن الزمالك يكون بيلعب مع المولودية في الاخر على امل ان هو يتعادل معاها فيصعد، فالموضوع في ايد نادي الزمالك انه بس اهم حاجه يكسب مباراه الترجي. الاهلي عليه برضه انه يكسب مباراه فيتا كلوب علشان يقدر ان هو يصعد في مجموعته، لازم يكسب مباراه فيتا كلوب اللي جايه دي، وان شاء الله رجاله النادي الاهلي ولاعيبه النادي الاهلي ابطال افريقيا يقدروا ان هم يحققوا الموضوع ده، مش جديد على النادي الاهلي ورجالته وعلى لعيبه النادي الاهلي. كانت حلقة النهاردة، رقم مرتبين انزل اشترك في القناة، وبكرة هنعمل حلقة تشكيل الأهلي والزمالك، وإزاي الأهلي هيلعب أمام فيتا كلوب والزمالك هيلعب إزاي قدام الترجي هنا في القاهرة. رقم مرتبين انزل اشترك في القناة، اعمل لايك للفيديو عشان بحمسنا جدا إن احنا نكمل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.